حبيبتي احبائي مكوزين امس جود عندنا مره اخرى بفيديو اخر. اليوم حندير معكم بريوش، حاجه خفيفه وبنينه وسهله وبمقادير جد بسيطه واقتصاديه، طبعا متوفره في كل بيت. قبل ما نبدا معكم الوصفه نتمنى تدعموا لها فيديو باللايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء بتعم الفائده. وندخل اول مره شاف قناتي فضلا وليس امرا يفعل معي الجرس حتى يوصلوا كل جديد. هنا كما راكم تلاحظوا جبت 250 غرام فعلنا، حطيت لها شويه ملح او رشه ملح، 30 غرام سكر كريستاليزي، جوج مغارف كبار تاع خميره الخبز، وحنخلط المواد الجافه طبعا مع بعض. ندخلها مليح حتى نتاكد انه هذيك الخميره والسكر والملح ثم تخلطوا بيان مع الحبه تاع الفرينه. بالنسبه للفرينه انا استعملت تي 45 لاني حنستعمل بريوش، نستعملوا فرينه اللي فيها شويه العلك ونبقى نخلط. كما قلت لكم هذا البريوش ما شاء الله حاجه خفيفه والعجينه تاعو تيجي هشيشه والبنه ما نقولكمش. هنا عندي 3 حبات تاع بيض. بالنسبه للوصفه هذه ما فيها لا ماء لا حليب لا زيت لا والو، وغير 3 حبات تاع بيض كما راكم تشوفوا. ونبدا نجمع العجين تاعي، نخلط مليح بهاد البيضات لحين تعجبو، يعني 250 غرام فرينة احتاج 3 حبات بيض كاملين. هتقولوا لي ام سجود لما حطيتيش حبه بالحبه، انا معتاده انه هاد الكميه تاع 250 تحط لي 3 حبات تاع بيض متوسطين. نتوما اذا كان الفرينة تاعكم ما تخافوا تكون ما تشربش ولا تحطوا بالبيضه وشوفوا. المهم راح تحصلوا على عجينه كيما هكا، تقدروا تقطعوها عادي كيما العجينه تاع البيتزا ولا تاع الكسره هذه كيما راكم تشوفوا. نسيت ما حطيتش مع المواد الجافه باش نقولوا لافاني، اللي يحب اللي ما يحبش لوغو تاع البيض يجي باين بزاف في هذا البريوش راح يحط لها شويه تاع لافاني. كيما راكم تلاحظوا هنا شوفوا كيفاش العجينه تلصق في يدي تجي تريا، هذا هو القوام تاعها. انا نبقى نعجن فيها هكا بيدي، علاش انا نعجن فيها بيدي؟ باي وحده بغات تجرب الوصفه تاعي ان شاء الله وما عندهاش البيطره انه ماشي مشكل تقدر تستعمليه بيدك. لهذا انا استعملت اليد، اللي ما عندهاش متوفر عندها هذه البيطره تقدر تستعمل بيدها. نبقى نعجن فيها مليح، ندخلها مليح في بعضها. شوفوا القوام تاعها كيفاش تجي طريه. هنايا بعد ما دخلتها مليح واش ندير؟ شوفوا مع العجين كيفاش تجي طري ولاستيكي، يعني كي ندخل حتى يولي كي نجبدها راهي لاستيكي. هذا هو القوام اللي لازم نتحصل عليه، لهذا يعني بالبيتخا راح تكون نقولكم تزربوا في الوقت. هنا كيما لاحظتوا انا هي تفكرت ما حطيت لهاش لافاني، زدت لها لافاني. واللي يحب يعني نورمال تجي عادي يقول تاع البيض في البريوش ما يحطش، هذه حاجه اختياريه. نسوس نعاون ندخل هذيك لافاني بالبريوش تاعي ومن طول راني ندلك فيه باش يزيد يطلق العرق نتاعو. تعرفوا مليح انه العجينه كل ما عجناها مليح كل ما راهي راح تطلق العلك تاعها. هنايا بعد ما كملت واش ندير؟ راح نجيب 165 غرام مارغرين، هذه طريه كما تشوفوا قصيتها مربعات، ونبدا نهز بالمربع وندخل في العجين تاعي. نبقى ندخل فيها حتى نتاكد انه هذا المربع تاع الزبده دخل تماما واختفى، يعني عاد ما كاش. نبقى نضيف باقي الكميه اللي مازالت لي، يعني نحط غير بالعقل ونخدم. هنا دخلت المربع الاول تعاود فتحتها كيما هكا ونحط الثاني ونبقى على هذه الحاله، يعني على نفس الطريقه ونحط لها ونبقى نخدم. الزبده هذه حت هي اللي حتكون في طبعا حتبسس لي العجينه تاعي وحده، وامن طرا حتخفف لي العجينه وتخليها متلوقه اكثر. يعني كي توصلوا تخدموا كيما هكا، انا ما قطعتش الفيديو ما نحيتش باش تشوفوا انه تبقى وبرك تمشي وتدخلوا ما تخافوش منها، يعني من بعد حتتلم. هنايا بعد ما تلمت نشوفوا العجينه تاعي تلمت تماما، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله تتعلق وخفيفه. شوفوا كيفاش جا القوام تاعها،
يعني ما نقولكمش هذا هي القوام اللي لازم نحتاجه او لازم نوصلوا ليه. طبعا هنايا يعني انا دخلت كامل الكميه تاعي تاع الزبده، راح ندوك نلم هاد العجينه نحطها في بواط ولا في صحنه ولا في بول كيما بغيتو، لميتها كيما هكا، وراح نحطها جانب تتخمر لمده ساعه وبعد نرجع لكم ان شاء الله. بعد ساعه حتى انا شكلت تخمرت لي، بعد ساعه جبتها وقسمتها على ثلث ست ست كوريات، بنتهم هدويتهم او استعملتهم على طريقة شكلتهم عفوا على حرابش كما تلاحظوا، ونحاول بقدر الامكان انه هاد الحرابش يكونوا على يعني قد قد. انا هاد الكمية تاع 250 غرام فارينة درت لي زوج بريوشات كبار، نتوما بغيتو ديروهم صغار كما بغيتو نتوما واش حبيتو، انا فضلت ان يكونوا كبار. جاوني زوج بريوشات كما راكم تلاحظوا، يعني قدر الامكان اني نحاول ندير هذوك الحرابش قد بعضهم. بعد ما كملت الكوريات ثلاثة درتهم حرابش عفوا، جبت الحربوش الاول حطيته في النص وزدت حداها الثاني والثالث وضغطت من الفوق، ودوكا راح نخدم هادي متخس كيما حنا نديرو الطفيره كيما نديرو في الشارع، يعني نحط واحده فوق واحده حتى نكمل. انا بالنسبه للكميه هذه جاوبني جوج حبات تاع بريوش كبار، نتوما اذا بغيتوهم صغار تقدروا ديروهم صغار، انا حبيت نديرهم كبار جاوبني جوج. طبعا هاوليكم البريوش تاعي بعد ما كملت الطفيره تاعو، ونحاول دائما نضغط على من فوق حتى بعد ما يتفتح ليش. انا كنت ديجا خدمت الاولى وصورت معكم البريوشه الثانيه، فرشت هنا بلاطو وحطيت له ورق الزبده. وبالنسبه للطفيره كي تدفروها ديروها مرخوفه على هبه كي تتنفخ يجي البريوش تاعكم مليح ما تشبعوهاش. هنايا يعني نحاول نطولها ودوك نغطيها ونخليها تخمر يعني تضعف الحجم تاعها. بالنسبه للفرن شعلته على 180 درجه، هنا غطيتها بكيس بلاستيكي طبعا، نزيد نحط لها انتوخشون من الفوق ونخليهم يخمروا حتى يضعف الحجم تاعهم. هنايا بعد ما ضعف لي البريوش تاعي شوفوا كيفاش جا الحجم تاعو، وشوفوا راهو ما شاء الله خفيف. هنا جبت حبه بيض كامله، انت بغيتو ديرو حبه بيض كامله ديروها، بغيتو صفار ديرو. انا درت حبه بيض كامله حطيتو شويه سكر شويه فاني وخلطتو. هنايا كما راكم تشوفو كي طلعت فكرت لي يعني ما ضغطتش عليها مليح، ماشي مشكل، عاودوا تضغطوا عليهم مليح وتاكدوا انه قفلتوهم جيدا باش كي تحطوهم يطيبو ما يتحلو لكمش. كما قلت لكم الفرن تاعي شعلتو على 180 درجه، هنا نروح ندهنو بالبيض عادي. وإذا ما كانش متوفر عندكم البيض باش تدهنوا من الفوق تقدروا تجيبوا الحليب تحطوه فقط من الفوق، تحطي له شويه فاني وتدهنوه. انا دهنت البيض. نتمنى يا ربي تكون الوصفه عجبتكم، والطريقه تاني حاجه بسيطه واقتصاديه. نتمنى يا ربي تبارطاجوها مع الاصدقاء تاعكم وتدعموني لا فيديو بلي لايك وتشاركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبة للتزيين انا هنا خلطت نوعين من السمسم، كاين الابيض والاسود او الاصفر، وبديت نحط حبة بحبة يعني جهة نحط لها وجهة ما نحطلهاش. طبعا هذا التزيين يرجع لكم انتم واش بغيتوا، بغيتوا تحطوا الدجاج اللي نحطوه، بغيتوا تحطوا هذاك السويك اللي خاص بالبريوش حطوه، بغيتوا تخليهم هكا ومن بعد كي يطيبوا ديروهم لاك سويك كلاس كيما حبيتو. طبعا انا البريوش تاعي نفضل فيه دائما الوجو تاع الجنجلان، حطيت الجنجلان. طبعا هذه حاجه ترجع لكم، انا فقط بغيت نعطيكم فكره تاع وصفه البريوش اللي بغا اذا ما كانش عندك الحليب تستعمليها، وصدقوني البنه تاعو ما شاء الله. طبعا نكمل انا نحط هذا الجنجلان ونروح نحطو البريوش تاعنا يطيب على درجة كما قلت لكم 180 درجة.
هاي يكون البرغوش تاعي بعد ما طاب. شوفوا كيفاش رجع خفيف، ما شاء الله. هنا يوم مازال سخون، شوفوا كيفاش رجع خفيف. كانت صراحة البنة والريحة تاعو في المطبخ ما نقولكمش. كانت هذه هي الوصفة تاعنا اليوم، نقولكم بقاو على خير في وصفة أخرى إن شاء الله.